بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور احمد حسين، استاذ مساعد الاشعه التداخليه والتشخيصيه بطب عين شمس. النهارده هتكلم على تكنيك يعتبر حديث الى حد ما، وهو الحقن الذري المشع لاورام الكبد السرطانيه. التكنيك ده بدا استخدامه وورلد وايد سنه 2006، وده بيبقى عباره عن حبيبات دقيقه بمادة مشعة اسمها اليتريم. الحبيبات دي محملة باليتريم. اليتريم ده بيبقى له دور ان هو بيدخل، بنحقنه عن طريق الأسطرة الشريانية، نوصل للشريان المغذي للورم اللي موجود في الكبد، ونبتدي نحقن الحبيبات دي. دي اول ما بتدخل جوه الورم بتعمل زي انترنال راديشن، هو التكنيك اسمه سيلكتيف انترنال راديشن ثيرابي. بنبتدي تخرج الإشعاع الموجود جوه اليتريم ده، وبتدي تعمل تيومر نيكروزيس. الحقيقه التكنيك ده من اكتر الاستخدامات بتاعته في حالات الهيباتوسيلولار كارسينوما اللي فيها بورتال فين ثرومبوزس مالجننت او تيومر البورتال فين ثرومبوزس، والنتائج بتاعته كومبيرابل ويمكن احسن من السوراسينيب او النكسافار اللي هو العلاج اللي موجود لنفس انواع الاورام اللي هي ستيج 4 اتش سي سي اللي فيها تيومر البورتال فين ثرومبوزس. وفي نفس الوقت العلاج ده بينفع للمرضى اللي ما ينفع لهمش ترانس ارتيريال كيمو امبولايزيشن او تيس او حقن كيماوي، وفي نفس الوقت حتى الاورام اللي ما فيهاش تيومر بورتال فين ثرومبوزس العلاج ده يعتبر له سايد افكتس اقل من حيث البوست امبولايزيشن سندروم.